أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة على أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور أحد أفرع وأذرع المرموم. شوطنا التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام، شوط خاص بالحجائج الابكار، نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. نتابع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرهناك اللي قادت المجموعة منذ البداية، ثقافة بشعار عمر بن معيوب بن سلطان بن يابر المطيوعي مقدما لهذا الاسم، تليها مع المركز الثاني فان لسعيد بن علي بن عيسى الاكتبي، ولكن التقدم في هذه اللحظات مع مطفية لمحمد بن حمود بن ياسر اللي حافي. نتابع المركز الرابع، نتابع التقدم والتسلل مع شقرة لسيب بن حمد خريدة من تتسلل بدورها مع المركز الثالث رابع الانطلاقات. من الجانب الآخر تاريخ يقدم تاريخ خالد بن علي بن حمد بوهليبة، ومع المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات والتسلل مع الشاهينية علي بن غدير بسعي بن غدير الكتبي. سادس المراكز وصول مع جميرة بشعار مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي، بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع، مع المركز السابع القدوم ايضا مع بيارق لعلي بصياح بالرصاصه المنصوري. وثامنا مشاهدينا متابعينا الكرام تاتي الدار لعبيد بن سعيد بن محمد المهيري. تاسع الانطلاقات مرعوشه لعبد الله بن سعيد بن سالم الكعبي، ومع المركز العاشر نتابع اسياد لعبد الله بن يوعان بن سالم الظاهري. هذه النتيجه، هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير، ولكن لنا عودة مع الصدارة والتجمع واضح للشعارات القادمة، التحديات في هذا الشوط، ولكن بمفتاح بمفتاح يقدم جميرة، يقدم جميرة بهذا الشكل الفريد والمتميز مطر بن راشد بمفتاح الشامسي. ولكن نتابع نتابع الدار ذلول الدار بشعار عبيد بن سعيد بن محمد المهيري، يا سلام يا سلام، أداء متميز، عروض مثيرة. المركز الثالث تاتي بيارق لعلي بصياح بالرصاصة المنصوري، والتقدم أيضا التقدم المذيارة لعلي بن حميد بن سيف من بدر العليلي. ارصدني القادرة، ارصدني القادمة، نتابع نتابع، متعبة متعبة متعبة، نواف بن هادي بن حمد البريدي ما شاء الله يفاجئ الجميع بتحديات متعبة، اللي بدأ تتسلل، اللي بدأت تتقدم، ولكن الاسم القادم، الاسم القادم، نتابع النايفة راكب بالخميس العمري يقدم يقدم هذا الاسم، والتحديات أيضا مع العزرة لسعيد بن عبيد بن ضبيعة الاكتبي. التغييرات مستمرة ولكن متعبة متعبة، انطلقت انطلقت بناموس هذا الشوط، يقدمها نواف بن هادي بن حمد البريدي، يقدم يقدم هذا الاسم، وراشد بالخميس العمري قادم مع النايفة مع النايفة من الجانب الآخر. ما شاء الله تبارك الله، ارصدني ارصدني الاسم القادم، مرضية مرضية مرضية، سلطان بن سالم سليم الزرعي يقدم مرضية، اللي فاجأت الجميع بهذا الانطلاق. ما شاء الله تبارك الله، الأسامي القادمة، التحديات مع العزرة والقدوم القدوم، التحدي نهاية نهاية في اللحظات الأخيرة، ولكن اللي انطلقت مرضية مرضية مرضية. نتابع العزرة العزرة مرضية، العزرة العزرة التسلل في اللحظات الأخيرة ولكن مرضية. سلام لسلطان بن سالم بن سليم الزرعي المركز الثاني، جاءت العزرة لسعيد بن عبيد بن ضبيع الاجتبي
الشعبي المركز الثالث، تقدم أيضا نهاية لغاسي بن سالم المشايخي المركز الرابع. المركز الرابع النايف للراشد بن خميس العمري، ومع المركز الخامس جاءت متعبة لنواب بن هادي بن حمد البريدي المري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة بتحديات هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني واللي وصلتنا وفاجأت في اللحظات الأخيرة العزرة بشعار سعيد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي، واضحة على شاشة دبي ريسينج. 4:35 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك العزرة سعيد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني أيضا مرضية للسلطان بن سالم بسريم الزرعي. توقيتها الزمني 4:35 وتسع أجزاء من الثانية، بينما اللي جاءت مع المركز الثالث نهاية بتوقيت زمني مقداره 4:36 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لغاسي بن سالم بن سعيد المشايخي، تهانينا للجميع والناموس.